السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم متتبعي قناة طرز رشا. إن شاء الله بإذن الله اليوم جيت في فيديو جديد اللي هو غادي يكون مراجعة ديال الدروس. كيف ما وعدتكم البنات غادي ندير لكم مراجعة بعض الدروس، وغادي نقرب لكم طريقة باش كنخدمهم. يعني مثلا عندي الوريقات وعندي هذا الخنيجر اللي فيه اقواس، عندي الخنيجر بالتدوار ديال المرمى وحتى العادي، لان بعض التلميذات وبعض المبتدئات عندهم مشكل في التدوار ديال المرمى ما بين اليمين واليسار. بغيتكم البنات كما العاده تتبعوا معايا دقه دقه، وان شاء الله ان شاء الله غتوصلكم الفكره، وغادي تعرفوا كيفاش غادي تسلكوا ريوسكم. مثلا الى عكلتكم المرمى تعرفوا كيفاش تدوروا وتخدموا باليسر. راه هي راه ماشي شي حاجه اللي هي صعيبه، غير بشويه بشويه، غير دقه دقه، راه الانسان بشويه بشويه الحاجه الا ما درتيها المره الاولى والمره الثانيه والمره الثالثه وهكذا حتى كتقاد، راه ما غاديش تقاد لك من اول مره. نتمنى ان شاء الله يكون التفسير واضح، وكنتمنى البنات تزيدوا مازال تشجعوا القناه ديالي، بارطاجيوها البنات، علاش لا بارطاجيو باش تعم الفائده، باش يستافدوا البنات المبتدئات. وان شاء الله ان شاء الله غادي يكون جديد، غادي يكون فلوغات، غادي يكونوا افكار وحيال ان شاء الله باذن الله. كاين ما يتعطى، وان شاء الله ان شاء الله باذن الله نطلب الله سبحانه وتعالى يعطينا الصحه والعافيه، هي اللي مهمه. كلشي ان شاء الله كيجي مع الوقت. يلا البنات غادي نبداو على بركه الله. بالنسبه للبنات اول حاجه البنات غادي نخدموا هذا الخنيجر. هذا الخنيجر البنات مثلا هنا هذا الراس هذا كيكون رقيق. شوفوا معايا البنات انا غادي نطراسيه بالستيلو باش يبان، كنجيو وحنا كنعرضوا. شوفوا هنا رقيق، هذا الراس رقيق، هنا غادي وتيعرض، يعني هذا العرض ديال هنا ماشي هو العرض ديال هنا. شوفوا البنات العرض دائما ديال هاد لابارتي هادي، هاد التقويسه هادي كتجي العرض ديالها بوحدو، هذاك العرض كنهبطوا به. شوفوا البنات كتجي حتى لهنا وكتبدا كتنقص، كيف ما غاديه وكتنقص هنا، غاديه وكتزاد في هنا، غاديه وكتنقص هنايا في هاد الهبطه. شوفوا معايا البنات ها هي تراسي البنات بهذه الطريقه، ها هو الراس رقيق. شوفوا هنايا المساحه قليله، وهنا غادي وكيعرض، غادي وكيعرض، وشاد هذا العرض من هنا حتى لهنا، يعني من هنا حتى لهنا شاد نفس العرض. مثلا البنات ملي نبغوا نخدمو غادي شوفوا معايا البنات اللي ليا انا كنخدم في هذا الراس، وانا كندور في المرمى، كنميل في المرمى، والعدد ديال هذا العرض هذا غادي يكونوا فيه غير ثلاثه ديال الشرطات. ليليا انا كندور منين نوصل هنا، منين نوصل لهاد البلاصه هادي غادي نفتح فيه العراض، غادي يكون رقم الشرطه رقم 4، من هنا حتى لهنا الشرطه رقم 4، وحنا وغاديين وكنزلوا بهذاك العرض اللي شدينا كنزلوا به حتى حنا وغاديين وكننقصوا. ردوا معايا البال البنات، بسم الله. دابا هاد البلاصه هادي حنا غاديين وكنعرضوا فيها وحنا كنميلوا. شوفوا معايا البنات دابا حنا كنخدموا باليسر، هاد الاتجاه هذا باليسر. شوفوا معايا كنزيد في العرض، انا حصرتني البنات المرمى، حصرتني الحاشيه ديال الماكينه. غادي ندور المرمى بهاد الشكل هذا، وغادي نجي لهاد البلاصه فين حبست. هاد البلاصه دابا هي الجهه اليمنى، هادي هي الجهه اليمنى باش بدينا باليسريه، وهي راه الطريقه بحال اليمين بحال اليسر. البنات غادي يكون هاد الفيديو طويل شويه، لان غادي نركز على الشرح والطريقه باش كتخدم كل زواقه. بسم الله غادي نشد نفس العرض. شوفوا معايا البنات نفس العرض البنات اللي غادي نشد وغادي نهبط به. شوفوا معايا وانا كندور في المرمى، يعني يديا كيميلوا قد ما انا كندور، موركه على الموتور قد ما انا كندور في يديا. شوفوا معايا البنات
شوفوا هي المرمه كيفاش كتبقى الدور. المرمه راه كان ندورها بحال كديروا شي دائره ولكن كتقلو فيها يديكم. انا كنخدم بشويه باش توصلكم الفكره. شوفوا البنات انا دابا راه كندور وغاديه هابطه، ما غاديش نهبط مجنبه. دائما البنات كيف ما كنشرح لكم كنقول لكم ما تنزلوش مجنبين مع الخنيجر، لان الا نزلتو مجنبين راه كتكون ديك الدخديخه في الجنب ديال 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 الطرزه وما كتجيش مفينيه بديك الطريقه، ما كتجيش مفينيه. ودائما الا جاب الله حبستو ها نتوما البنات ما تطلقوش داك العرض. شوف سيروا سيروا بواحد الخطوه لفوق الطرز، رجعوا بواحد الخطوه غير شويه ورجعوا بداك العراض وانتم نازلين وانتم كترققوا. ولكن في هذه البلاصه هذه ضروري ما غادي تسرعوا شي شويه السرعه، علاش البنات الا تقلتوا يديكم ما غاديش تجي رقيقه هاد لابارتي هذه، ما غاديش تجي رقيقه. ندير عقلي مع العراض وندير عقلي مع الموتور وحتى يدي، يعني ثلاثه ديال الحوايج الله يخلي لنا صحيحتنا. شفتوا البنات كيف ما قلت لكم هاد العرض هذا نتوما نازلين وانتم كترققوا، سهل يعني ماشي شي حاجه اللي هي صعيبه. نبدا لكم بواحد الطريقه اخرى، نفس الخنيجر، غندير معكم نفس الخنيجر وغادي نخدمه باليمن. شوفوا البنات انا دابا جيت باليمن، يعني هاد التقويصه هادي هاد الراس ديال التقويصه جا لعندي يعني مقابل معايا انايا، ها يديا ها الراس ديال التقويصه، هادي لا هادي العكس ديالها، كان القوس من مورا البرا، من مورا البرا كان في هاد الاتجاه هذا. دابا هادي غتكون في هاد الاتجاه ديالي انايا. اشنو غندير؟ خليو القوس مقابل معاكم، هاد السطر هذا مقابل معايا. اشنو غادي ندير؟ غادي نجي غادي ندير راس رقيق. شوفوا معايا البنات الراس رقيق كما العاده، وحنا جايين وحنا كنعرضوا دائما هاد البلاصه هادي كتكون عريضه دائما، هادي هي مهمه. شفتوا معايا البنات وحنا غاديين وحنا كنرققوا. ملي كنجيو كنبداو من اليمين، يعني كاين بعض الاخوات كيف ما قلت لكم ما كيعرفوش يخدموا باليسر، هنجيو باليمين كما شرحت لكم، هادي انفصليه ها هو الاتجاه ديال الخط. غنجي غندير كما العاده الراس يكون رقيق وانا غاديه وتنعرض شويه بشويه حتى كنوصل لهاد لابارتي هادي وتنطلق فيها العراض من هنا حتى لهنا، وكنهبط به وانا غاديه وكنرقق حتى نوصل لتحت. شفتوا معايا البنات انا دابا راه كنعرض وكندور، يعني نفس الطريقه اللي درت في الاولاني غنديرو في الثاني. دائما التدوار تحكموا في التدوار البنات، يديكم ما تلصقوهاش على المرمى، يديكم خصها تكون مطوعه مع التدوار، يعني خصكم هكا يعني تحطوا يديكم وانتم كدوروا غير بشويه عليكم. انا غادي نحل دابا العراض كيف ما قلت لكم البنات، الشرطه رقم 4 ملي كتوصلوا هنايا. شوفوا معايا البنات هنا البنات حصرتني ثاني المرمى، يعني حصرتني ديك البلاصه ديال المرمى. اشنو غادي ندير؟ غادي نجي غادي نشد في نفس العرض البنات، ما تخرجوش برا ديال تمام هذا العرض هذا. شوفوا البنات ليلي انا كنخدم وتنوقف شويه ولكن ما كنطلقش العراض. شفتوا البنات كندور، يعني الوقفه اللي تنوقف كنميل شويه مثلا البنات شوفوا شوفوا معايا انا ميلت دابا وقفت وميلت شويه انا هذا دابا غادي نميل شويه شويه شويه. شفتوا معايا البنات يعني واخا تخليو شي شويه مثلا
جيتو حتى لهنا وتعكرات المرمى ومشيتو كملتو بالرق وكاين لكم واحد شويه ديال هنا ما بين العرض وما بين الرق، اشنو غديروا؟ غترجعوا كيف ما رجعت انا هاد الرجعه هادي، غادي نرجع وغادي نخدم عليه وغادي نخرج برا ديال الطرزه عاديه جدا. بالنسبه لثاني حاجه البنات نخدم معكم الاقواس هما الاولانيين. بالنسبه للبنات اغلبيه ديال البنات ما كيتقادش ليهم هذا الخنيجر، هذا هو راه تماما بحالو بحال هادي، ولكن غير هذا بالتدوار كنميلو شي شويه بحال الا كنديرو ديك الدوره هكا، حنا شادين يدينا بحال الا كنديرو ديك التقويصه هكا. مثلا البنات شوفوا معايا ها هي التقويصه، مثلا ها هو الخنيجر بحال الا كنمشيو كنديرو ديك الدوره ديال وكنرجعو بالدوره هكا وحنا كنرجعو، هذه هي هذا هو الخنيجر. الخنيجر البنات كنديرو الراس رقيق وكنعرضو شي شويه هنايا، وهنا اصلا راه كيكون بحال الا كندوزوه بالجنب، هنا كيكون مجنب وكنرجعو لذاك العرض اللي خلينا هنايا كنرجعو به هنايا وحنا نازلين وحنا تنرققو، يعني هما عندهم نفس العمليه. بالنسبه للرص ديال التقويصه ديال القوس كاينه من مورا البرا، يعني راه ممكن نخدمو بنفس الاتجاهات باش خدمنا هادو، هاد الرص ديال القوس هنايا ديال الدوره غادي يكون عندنا هنايا وغادي نخدموه بطريقه اخرى. هاد البلاصه هادي علاش نطلقوا فيها العراده البنات؟ هادي هذاك العرض هو اللي غادي يمشي لينا مجنب حتى كنوصلوا هنايا، ومنين نوصلوا لهنايا بحال الا كنخرجوا شويه ونرجعوا. شفت البنات انا بحال الا خرجت للجنب ونعاود ثاني نرجع بحال الا كندخل لداخل شي شويه. ونرقق البنات، هذه هي الطريقه الصحيحه ديالو. بالنسبه لهذا الخنيجر هذا واخا ديجا كنتشرحه في الفيديو في القناه، مثلا البنات غادي تجيبوا هذا الخط هذا، شوفوا معايا هاتجيو من الراس ديال هذا الخنيجر وتجيبوا واحد السطر مستقيم. ها نتوما البنات هذا السطر مستقيم ومفصلينا، اشنو غادي نديرو؟ ملي كنديرو هذا السطر المستقيم كنجيو هنايا، يعني ما بين هاد السطر ما بين هاد الراس وهاد السطر سنتيم، غديروا سنتيم البنات وديروا بحال الا كتقوسوا. شوفوا البنات كديروا واحد الراس وكتخرجوا بديك التشنيفه وتقوسوا ديك الوسطانيه، تقوسوها بحال هكا بحال الشكل ديال التشناف، وتجيو ثاني تقوسوا هادي هاد التشنيفه الاخرانيه بحال الا كتقوسوها كتخرجوا بالعراض. مثلا البنات العرض ديالها شوفوا معايا، ملي كنخدموا حنا كنخدموا بالتدوار، هادي ما يمكنش تخدم بلا تدوار، ما غاديش تجي، غتجي بواحد الطريقه اخرى، ولكن هادي ديال التدوار ديال المرمى كتجي زوينه. شوفوا البنات هذا هو العرض ديالها اللي كيكون فيها، شوفوا ما بين هنا وهنا هذا هو العرض اللي كيكون فيها. ملي تنبداو تنخدمو تنديرو الراس رقيق وحنا كنجي وحنا غاديين وكنعرضو وكنديرو بحال اللي كندخلو، ولكن حنا شادين العرض ديالنا ما تلقينوش، كنخليو هاد كندخلو هذيك الدخله ونخرجو بنفس العرض، ولكن هاد لابارتي ديال الوسط كندورو فيها شي شويه المرمى وكنجيو بحال الا كندخلو لهاد الوسط هذا. ملي تنبغيو ثاني نخرجو كنميلو المرمى، حنا راه كنخدمو تنميلو المرمى باش تعطينا ديك التقويصه. البنات سمحوا لي كنهضر بزاف لانني باغا نشرح لكم باش توصلكم الفكره. بسم الله هادي كتخليوها اونفاس ليكم كما خدمنا هادي اونفاس لينا، ولكن حنا كنلعبو بالراس رقيق وحنا غاديين وحنا كنعرضو. بسم الله انا غنخدم شويه. شوفوا معايا البنات كنتقلوا يدينا، ولكن في نفس الوقت ما كنخلوش الظرف واحد الجهه بزاف باش ما تجيناش مدكوكه، باش ما تجيناش خيط مركب على خيط. انا كنميل المرمى كنميلها لهاد الشيء، كنجبد بهاد اليد وكندفع بهاد اليد، كندخل دابا لداخل البنات. شوفوا معايا انا دابا دخلت لداخل، اشنو غادي ندير؟ غادي نخرج بنفس العرض الباب كندفع هاد اليد اليمنيه كندفع بها، وهادي بحال الا كنحول هي كتدفع وهادي كتحول. شوفوا معايا غنجي ثاني غادي ندير بحال الا غادي ندير ديك الدخله غير شويه وكنجي كنخرج كنقوس البنات. شوفو البنات دابا هادي كندور فيها المرمى
شوفوا معايا هذه دابا راه كندور فيها المربى. شوفوا يديا كي كتمشى كي كدور شويه عليكم. شوفوا البنات اغلبيه ديال البنات كيخدموا تينزلوا بالجن، ما تنزلوش شدوا داك العراد وحاولوا نقصوا فيه شويه بشويه. البنات عاودوا المره الاولى المره الثانيه والمره الثالثه، راه اي واحد ضروري ما كيدير تجربه، يعني اي حاجه كنديروا فيها تجربه، حنا ما جيناش وتعلمنا، ضروري ما دوزنا حتى حنا بحال هذه المرحله هذه كنتعلموا بشويه بشويه ونجربوا ونعاودوا ونجربوا ونعاودوا حتى صدقات. يعني الحمد لله مادام حنا عايشين في هذه الدنيا الا وحنا باقيين مازال كنتعلموا وتناخذوا افكار وكنستافدوا من ناس اخرين. يعني الانسان كاع ما يبقاش فيه الحال، ما يبقى فيه الحال، لان اي حاجه راه كنتعلموا ليها باش نطبقوها في بزاف ديال الحوايج. الله يسر الامر. دابا كنجيب داك العرض كنشدو النيشان حتى كنقرب نوصل لهنايا وتنحاول نرقق. البنات ملي كتوصلوا هنايا راه كتميلوا شي شويه المرمى، ما كتمشيوش بالجن. شفتوا معايا البنات الطريقه ديالها ماشي شي حاجه اللي هي صعيبه، كيف ما كنقول لكم دائما غير حاولوا شي شويه ديال الصبر وان شاء الله ما يكون غير الخير. بالنسبه للبنات هاد الورقه هادي غادي نديو فيها العراد ونجيبوه، نديوه ونجيبوه. مثلا غادي نفيكسيو رقبتنا، غادي نوريكم البنات حتى الاتجاه. هادو راه كلهم شرحتهم في فيديوهات سابقه ولكن ما كاينش مشكل، انا غادي نعاود معكم حتى تقاد الحاجه وغادي ننتقلوا لحوايج اخرين. يعني كيف ما كيديروا معايا البنات القدام في الجروب كنمشيو دقه 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 دقه، راه تبارك الله دابا راه بداو تعلموا، بداو كاينه اللي كتشد الخدمه، كاينه اللي كتخدمي وكتعلمي في نفس الوقت. يعني مادام كتشوفي يديك نقيه والطرز ديالك زوين علاش لا، وان شاء الله غادي نبدا معاكم افكار وحيال كيفاش غادي ديروا حتى تبقاو تخدموا من ديوركم، يعني بطريقه اللي هي زوينه وتبداو بحاجه اللي هي خفيفه. ان شاء الله غادي الله يوفقني، كنطلب الله سبحانه وتعالى ان شاء الله ان شاء الله يطرح ربي البركه في الوقت باش ان شاء الله الرحمن الرحيم نعاونوكم. علاش لا، حنا اصحاب القنوات تبارك الله المعلمات ما شاء الله عليهم، انا كنحييهم من هذا المنبر هذا. المعلمات تبارك الله عليهم كيعطيو اللي عندهم وتبارك الله الخدمه ديالهم غزاله. الله يوفق كل وحده اللي غادا في هذه المسيره واللي بغات شي حاجه في حياتها واللي كتطمح لشي حاجه، الله ييسر لها امورها، الله ييسر للجميع. مثلا البنات بالنسبه لهاد الورقه هذه، شوفوا البنات هي ما غاديش نجيبها اون فاصليه، ملي غادي نخدم ما غاديش نجيبها اون فاصليه. شوفوا معايا البنات، شوفوا الستيلو فين غادي، ها نتوما البنات ها هي البرا الراس ديال الستيلو. دائما البنات خدموا حتى الستيلو في الطريقه باش غير تعرفوا الطريقه باش كتخدم، ومن بعد راه غادي تمشي يديكم على الطريقه وتعقلوا عليها. الستيلو البنات غادي بهذه الطريقه هذه، ردوا معايا البال. بالنسبه للعراد ها نتوما البنات غادي العراد، شوفوا البنات هاد العراد هذا كاين في الشرطه رقم 5، الشرطه رقم 5. اش كنديروا البنات، كنديو يدينا ونرجعوا نجيبوا البنات بحال الا كان ميل واحد شويه توت، يعني ها هي ولكن انا ميلت شي شويه. شوفوا البنات ميل ونرجع، وفي نفس الوقت مني تنبغي ننزل راه كنميل عفوا بحال الا كنميل، ماشي كنميل كنميل، غير واحد النقطه واحد النقطه البنات. شوفوا البنات راه ما طلقتش العراض، كنجي نخدم عليه. دابا هاد الدقه هادي كنديها ونجي نخدم عليها وكنخدم وحده مزديه مها الاخرى باش ما يجينيش الفراغ ما بين وحده وحده، وفي نفس الوقت انا كنميل المرمى كنمشي مع هاد الحاشيه هادي. ونرجع نفس العرض ونرجع، ودائما هادي كتكون مفوتة على هادي، هادي بحال كتكون نازله وهادي كتجي طالعه. علاش البنات؟ حيت ملي كنميلوا المرمى كتجينا هادي سابقه هادي.
الباطاطاس هذا ونرجعوا. البنات الا جاب الله جاتكم صعيبه باش انكم تدوروها، يعني باش تدوروها بحال هكا، اشنو غادي ديروا؟ غتميلوا المرمه، غتمشيو في نفس الاتجاه فين غاديه هذه، يعني تشوفوا الطراسي والطراسيه الاولى باش هي تعطيكم الطريقه باش غادي تبداو. مثلا شوفوا البنات، ها هي غادي كنمشي بها ونرجع ونرجع لبلاصتي، غادي ونرجع وانا كندور. شوفوا البنات انا كنميل دابا لهذا الجهه، يعني كنميل للعكس. شفتوا البنات؟ شفتوا معايا البنات كيفاش جات؟ هذه جات عريضه وجات زوينه. اشنو غادي نديرو؟ غادي نحبسو العراض، غادي نهبطو به. الا جاب الله شفنا راسنا خصاتنا شي دقه هنايا، اشنو كنديرو؟ كنرجعو كنصلحو، كنخرجو وحده من هنايا. يعني دابا حنا صلحنا البلاصه اللي فيها الخوا، غادي نجيو غادي نخدمو وحده تكون صغيره. البنات نفس الاتجاهات، غادي نديرو غير 3-4 ديال الشرطات، ما غاديش نديرو 5. شوفوا معايا البنات نفس الاتجاه، يعني نفس الاتجاه، ها هو الاتجاه ديال الستيلو. غادي نجيو غنطلقوا العراض في الرقم 4، الشرطه رقم 4. كنجيو البنات ونجيبو وحنا كنميلو وحنا كنرجعو نفس الدقه. دائما كنخدمو على كل دقه، يعني هاد الدقه خدمنا عليها وجينا وحبسنا، جينا تاني ولكن نفس العراض، ما تنطلقوش العراض البنات. شفتوا معايا البنات؟ بالنسبه الا كنتو غادي تهبطوا من هنا اشنو غديروا؟ غتميلوا شي شويه المرمه، كتميلوا دابا بحال كدوروا المرمه كتعطيوا لهاد اليد. انتما نازلين انتما كتميلوا، شفتوا معايا البنات؟ نتمنى توصلكم الفكره. بالنسبه لهاد الوريقه اللي هي وريقه عاديه البنات، هادي مثلا البنات كاين بعض الاخوات كيخدموا الورقه ولكن كيجيبوه هنايا بحال هنا، يعني كيخدموها عاديه، يعني ما كتجيش مقوسه، ما عندهاش الكريشه من هنا. البنات ضروري مثلا هاد الكريشه هادي ضروري تكون في الورقه باش تجينا الورقه مفورميه وباينه بانها ورقه. كنخدموا البنات عادي، كنخدموا هنايا رقيق وحنا غاديين وحنا طالعين، وكنعرضوا هنايا وغاديين بداك العرض منين نحسوا بريوسنا قربنا نسالي وكنرققوا. يعني هاد الطريقه سهله ودائما هي كتكون اون فاس لينا، يعني مقابله مهنا. شوفوا معايا الكريشه ونديروا بحال الا كندخلوا بحال الا كنميلوا لليمن، نرققوا ونرجعوا ثاني، شفتوا معايا البنات طريقه سهله. شفتوا البنات الفورمه ديالها كيفاش كتكون؟ نعرض، هذه هي الكريشه، ونرقى ونبدا. شفتوا معايا البنات كاينه تاني وحده كنخدموها مجنبه، مثلا البنات بينا نخدموها مجنبه، نخدموا هاد الجنب بوحدو نخدموا هاد الجنب بوحدو، اشنو غنديرو؟ غنميلو المرمه. شوفوا البنات ستيلو كاين على يديا اليسريه، يعني مجنب على يديا اليسريه. شوفوا البنات ها هو، هادي هي الطريقه باش نخدم. ملي تنخدم راه ضروري ما كنميل المرمه في هنايا، يعني انا طالعه وانا كنميل كندير ديك الكريشه وكنرجع بحال كندخل لداخل وكندير راس رقيق. شوفوا البنات نطلق العراض ونمشي لجلدة وكنطلع بحال الا كنطلع كنطلع مجنبة. هادي حتى هي ماشي اونفاس، يعني بالعكس ديال الطريقة الأخرى، أنا عراض وأنا مجنبة. شفتوا معايا البنات الطريقه ديالها ما صعيباش.
بالنسبه للبنات هاد الوريقه هذه اللي هي حتى هي وريقه سهله، شنو كنديروا؟ راه نفس العمليه اللي كنديروا، نفس العمليه البنات. مثلا كنجيبوا الرق هنايا وحنا غادير، وحنا كندوروا في المرمى، كندوروا كندخلوا ديك الدخله بالرقيق وتنخرجوا ثاني كنعرضوا وكنرققوا في هذا الراس هذا. يعني هذه حتى هي كتمشي بالتميال. شوفوا معايا البنات، كندور المرمى ونطلق العراض. شوفوا معايا البنات، كنمشي ثاني. هذه دابا هذا الاتجاه كنجيبو اون فاصليه. شوفوا معايا البنات، كنخرج وكنعرض، كندير ديك الفرشة، كنرقق شوية ونخرج ثاني بالعراض، وهنا كندور في المرمى. شفتوا معايا البنات كتجي زوينة. شفتوا معايا بالنسبه للبنات، كاين بعض الاخوات تيخدموا ورده في ورده، يعني بحال هذا الشكل اللي طراسيت انايا، ورده مشنفه. ملي تتبغوا البنات تخدموا الورقه مشنفه اشنو كديروا؟ كتجيو كتخدموا، كتجيبوا العراض من هنا اخر، كتجيو كتعرضوا بحال خدمتي الشناف، كديروا ديك الدوره. ها هي البنات كنجيو حتى لهنا، راه جينا مجنبين ولكن راه مقاد الطرز، يعني ماشي مجنب من الجناب. كنجي كندير ديك الدخله، كنعاود ثاني نخرج وندير الخيطه، ونعاود ثاني نزيد ليها بحال كنفورميها للفوق. كنجي ثاني كندير كنهبط من تحت، كنجي ثاني كندير ديك الخيطه. شفتوا معايا البنات، انا جايه دابا كنقوس، انا دابا حبستني المرمى، غادي نجي غادي نشدها بالعرض هذا اللي طلق. شوفوا البنات، شوفوا الطريقه اللي درت، يعني جبتو في نفس الاتجاه فاش طلقتو. كنحاول نرقق في هاد الاثناء هذه، غادي نجي الى بغيت نخدم واحد على واحد، الى بغيت نخدم عراد على عراد تشنيفه، عفوا على تشنيفه، كنجي كنخدم بنفس الطريقه باش خدمت المره الاولى. كنجي ثاني كندير العراد الصغير وانا غادي وكندور وكنعرض. شوفوا معايا البنات نفس العمليه، كندخل شويه لداخل ونخرج كنطلق العراد ونخرج وندور ونطلق العراد. البنات الطريقه ديالها سهله، غير حاولوا دائما ركزوا. مثلا الا كنتو كتخدموا بالتدوار، كتخدموا بالتدوار، حاولوا تخدموا بنفس الطريقه باش كتخدموا، يعني ما تجيوش حتى لهنا وتحبسوا. الا جيتو حتى لهنا وحبستوا ما غاتجيكمش مقاده الورده. غنخدموا النص على النص، ما غاديش نشدو هاد البلاصه هادي بوحدها، يعني كامله. غنجي غادي ندير واحد غندير واحد الخيط، غنجي تاني غادي نخرج منها تاني واحد الخيط، غنخرج اس ثاني، غنخرج واحد الخيطه. البنات الى عندي بحال هاد البارتيات هادو، نحاول كيفاش نفورمي باش تخرج وحده خارجه من وحده. فهمتوني يا البنات؟
شفتوا معايا البنات؟ يعني حتى وحده ما مزديه مع الاخرى. غنجي غادي نخدم هاد القوس هذا. شفتوا معايا البنات الطريقه ديالو ساهله البنات. بالنسبه الى كنتو غادي تعمروها بالسقلي او ديكرادي كتجيو هنا كديروا واحد الصينه بالسقلي كتجيو لهاد الحاشيه هادي. شوفوا البنات انا غادي نخدمها غندي فيها المرمه ونجيب كيف ما درنا في هاد الوريقه هادي. ردوا معايا البنات ردوا معايا البنات البنات كنديروا جيبه وانا كندير نفس التقويصه. هاد الاسطاد حيت حنا خدمناهم يعني خدمناهم قبل ما نديرو هاد السقلي هذا. حاولوا باش ما تخدموش عليهم. شفتوا معايا البنات كي جات زوينه. الاخت واحد واحد الاخت تلميذه عندي يلا تفكرت واحد الزواقه قالت لي بغاتها مثلا البنات. هادي هاد الوريقه هادي اللي ما عندهاش الرص كنخدموها البنات مجنبه يعني كنشدو العراد نفس العراد اللي شدينا في هادي كنشدوه في هادي مثلا البنات. هذا هو الوسط ديال الوريقه. اشنو كنديروا دائما البنات كنجيو كنخدموا بالتميال ديال المرمى التدوار ديال المرمى. حنا كنفكسيوها هما البنات. شوفوا الاتجاه ديالها فين غادي ما بين يديها اليمنيه والحاشيه ديال الماكينه. يعني شوفوا الاتجاه راه البره ها هي البره غاديه في هذا الاتجاه. الورقه غاديه في هذا الاتجاه. سمعتوني البنات هذا الوسط ديال الورقه هنا اون فاصليه يعني النيشه اللي عندي شاده دابا القياس ديال 4 ديال الشرطات. هاد 4 ديال الشرطات البنات غادي نديها ونجيب وانا نميل المرمى بشويه عليا. ملي كنوصل هنايا كنعرض البنات. ملي توصلوا هنايا هاد البارتيه هادي هنا من هنا لهنا كتعرضوا هاد لابارتي كلها. كديروا بحال الا كتخدموا النيشان. هنا ملي كنوصل هنا كنميل في المرمى بحال الا غادي ننزل. هنا كنمشي مجنبه يعني نفس العراض كنديو ونجيبو كما شرحت في هذيك الورقه الاخرى. راه نفس العمليه غير هذه دايره هذيك لا. شفتوا معايا البنات الطريقه ديالها ما صعيباش. غادي ندير وحده اخرى. شوفوا معايا البنات دابا انا خدمت هذه باليمين هذه غادي نخدمها باليسار. ردوا معايا البال جينا ثاني بديناها من هنا بنفس الطريقه. معايا البنات كاينه ثاني وحده صغيره يعني نخدموها صغيره. شفتوا معايا البنات يعني فيها احجب قد ما الحجم ديالها كيكون صغير قد ما الحجم كيكون مزيان. البنات كنتمنى ان شاء الله يكون هذا الفيديو هذا فادكم وسمحوا لي كثرت عليكم الشرح ولكن ما عندي ما ندير. بغيت توصلكم الفكره باش تخدموها بطريقه صحيحه باش تنتقلوا لدروس اخرى. يلا هالبنات غادي نقول لكم تبارك الله عليكم. ما تنساوش تدعموا القناه ديالي وتزيدوا تبارطاجيوها البنات بارطاجيو باش ان شاء الله تعمل فائده وتزيد القناه للقدام لان المحتوى ديالها ماشي شي محتوى اللي هو خايب بالعكس محتوى اللي كيتنفعوا فيه جميع المبتدئات يعني اللي بغات شي فكره اللي بغات شي حاجه كتستافد من الفيديوهات لا القناه ديالي ولا القنوات ديال الاخوات المعلمات. تبارك الله عليكم والى فيديو اخر ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.